زي ما قلت لكم من شويه، النهارده لو في تفوق لمدرب على الاخر فالكابتن طارق العاشري تفوق بشكل كلي على مارسيل كولر النهارده، ادام انا عملت طريقتي وادام انا فرضتها على المنافس وادام انا نجحت كمان ان انا ما وصلش المنافس للمرمى بتاعي واقفل على مفاتيح لعبه ويبقى النادي الاهلي ولا تصويبه على المرمى النهارده، وبالعكس انا فريقي سموح يروح بكورتين على المرمى في الشوط الاول، فانا هنا تفوقت تفوق كامل على المنافس بتاعي. عشان كده انا في رايي انه مارسيل كولر كان من المفترض، بس هو واضح انه كان غاضب جدا في المؤتمر الصحفي النهارده، يشيد بالمنافس، يشيد بمدرب المنافس، ما يطلعش ينتقد طريقه لعب المنافس. ممكن يقول انا ما بحبش طريقه اللعب ديت، بس المنافس بتاعي تفوق عليا النهارده اولا واخيرا وعمل اللي هو عايزه، انا ما قدرتش اعمل اللي انا عايزه. كابتن الكبير كابتن طارق العشري المدير الفني لفريق سموحه، يا كابتن طارق مشرف ومنور. ربنا يبارك فيك يا كريم، تحياتي ليك ولأسرة البرنامج. أنا بهنيك النهاردة على الأداء، بصراحة تفوق فني وتكتيكي كامل على الأهلي النهاردة. شكرا كريم جدا، شكرا كريم. الأداء النهاردة يعني المباراة ناس تتحدث دائما على الطريقة الدفاعية للكابتن طارق العشري، وأنت مصر عليها وبتطبقها بنجاح باهر دايما مع كل الفرق اللي بتشتغل معاها. والله كريم أنا مظلوم على الطريقة الدفاعية، إحنا بننتهج استراتيجية مش طريقة دفاعية، استراتيجية أمام الفرق الكبيرة زي النادي الأهلي. مش مطلوب مني إن أنا أفتح المباريات، لأن لو فتحت المباريات بالشكل أمام فريق بحجم النادي الأهلي ونجومه بالشكل أنا هعاقب. فلابد إن أنا أدرس الموضوع بعقلانية وأقفل الماتش بشكل كويس جدا. والنجاح إنك تسير المباراة حسب استراتيجيتك والطريقة اللي أنت عاوز تنتجها. إحنا بننتهج أسلوب أعتقد إن العالم كله بينتهجه، مش أنا مش طارق العاشري بس. كل الفرق دلوقتي لما بتخسر كرتها بتبقى تحت الكرب كلها. وشوف المغرب في كاس العالم تفوق على منتخبات كبيره بهذا الاسلوب، واستطاع انه يحرز مركز الرابع عالميا، شرفنا وشرف الكره العربيه. ده اسلوب مهم جدا جدا امام الفرق الكبيره، وفي الاخر مين اللي بينجح في تطبيق اسلوبه؟ صح. النهارده سموحه اعتقد النهارده الولاد ادوا بشكل كويس تكتيكيا، انا راضي عنها بشكل كبير جدا جدا، ويمكن النهارده بتلمس الطريق الصحيح مع سموحه في الفتره اللي فاتت دي، كانت مذبذبه جدا حتى على الصعيد التكتيكي مما اثر على ادائنا بالشكل. لكن النهارده الولاد لما يبدوا هذا يعني الالتزام الانضباط التكتيكي والوصول لمرمى الشناوي في كورتين، وانت عارف المباريات الكبيره ديت بتبقى مغلقه تكتيكيا وعدد الفرص فيها مش كتير. صح. لكن مين اللي يستطيع ان هو يقتنص هذه الفرصه؟ صحيح. انا لما انجح طول 100 دقيقه ومفيش فرصه واعده حقيقيه على مرمى الهلال سليمان، انت نجاح كبير جدا انت بتفرق نادي سموحه. صحيح 100%. ولا سموحة. 100%. انا النهارده لما اغلق كل الممرات امام افشا، امام سافيو، امام عبد القادر، امام شريف، امام كريم، امام حسين، امام معلول، وكمان تشتغل من وراء الدفاعات النادي الاهلي وتصل بفرصتين حقيقيتين شناوي، اعتقد انقذ النادي الاهلي النهارده من خساره ثلاث نقاط. فده بالنسبه لنا نجاح لينا، ونقطه مهمه جدا، وان كنا قريبين جدا ثلاث نقاط، لكن في الوقت الحالي مرضيه نبني عليها للمستقبل ان شاء الله. فريق نادي سموحه فريق واعد وجديد ولسه بنتلمس فيه بشكل كويس، في ميكسنج بين الخبرات وفين الشباب لعيبه جديده وقطاع الناشئين احدهم مكرونه اللي انت شفته النهارده. صح. فان شاء الله باذن الله القادم افضل. انا عاجبني جدا يا كابتن طارق كمان بصراحه احمد مصطفى، مع سواء في مباراه الاهلي اليوم او مباراه الزمالك افضل. احمد يعني انت قعدت اكتشافه يعني هو جاي من قوي جداً جداً. صحيح. النهارده حليمه بيرجع بعد 8 شهور اصابه الصليبي بشكل جيد جدا جدا. صحيح. النهارده في مكاسب كبيره جدا على الصعيد الدفاعي والتنظيم الدفاعي. طيب كابتن، الانضباط التكتيكي، وده اللي انا باكد عليها كريم دايما في كل فرقه، بحب ان فرقتي تبقى مميزه تكتيكيا انضباطيا وتنفذ اسلوب يحترم الناس كلها بتنفذه مش طارق العاشري. صحيح. طيب انا هتقول على مورينيو ايه ده؟ طيب كابتن طارق، بالمناسبه النهارده مارسيل كولر انتقد فكره انه لعيبه سموحه كانت بتضيع وقت كتير او كانت بتقع كتير، هل دي كانت تعليمات من فريق سموحه ومن الجهاز الفني؟ انت شفت يا كريم ان لعيبه سموحه كانت بتقع كتير؟ بصراحه حتى في الوقت الضايع النهارده ما كانش وقت ضايع كبير يعني. بالعكس احنا كنا يعني حتى المرتين اللي طلعنا فيهم الكوره بره كان يعني تصرف اخلاقي من لعيبه نادي سموحه، لان
لاعبي النادي الاهلي وقع على الارض. يعني المرتين اللي احنا طلعناهم ديت عشان نعالج فيها لاعبي النادي الاهلي، وكان خلي بالك كانت هجمتين لنادي سموحه. وهتلاقيها في نص ملعب نادي سموحه. تمام، انا اتعلمت حتى تاخد جدران النادي الاهلي. صحيح. لما رحت ممارسه مع مستر مانو جوزيه، وما ادراك مستر مانو جوزيه، طبعا مفيش شك يعني مستر مانو جوزيه يعني انا لو اتحدثت عنه مش هديله حقه لانه احد العلامات البارزه في تكوين شخصيه طارق العاشر. اتعلمت الحاجات اللي هو دايما كان يقول لي عليها، انت لابد تهتم بفرقتك فقط لا غير، ما تسلطش نقدك على الفريق المنافس. شوف ايجابياتك انت ايه اللي عملتها، شوف سلبياتك، وتحاول بقدر الامكان تطور من اداء فريقك فقط يا اخي. انا ما بسلطش الضوء على النادي الاهلي، بالعكس انا سلطت الضوء على فريقي انا، والاسلوب اللي انا انتهكته واللي انا درسته واللي احنا ذاكرناه واللي احنا نفذناه على الطبيعه، وكنا قاب قوسين او ادنى نطلع بالثلاث نقاط. صحيح. ما قلتش انا ليه ما قدمتش حلول عشان تفك الطلاسم الدفاعيه دي. ما انتقدتش ده. ما قلتش ليه الحلول اللي من الخارج دخلتش ما اضافتش حاجه. لا بالعكس، كل ديت نجاحات لنادي سموحه، فرض شخصيه لنادي سموحه، استراتيجيه لنادي سموحه. وكمان ما ينبغيش ان انا اوجه النقد للفريق المنافس. بالعكس، وان دي بتلعب كره عقيمه، العالم كله يعني المغرب ده بتلعب كره عقيمه. لا طبعا. الارجنتين لما بتنزل تلعب في نهائي كاس العالم فرنسا بتلعب كره عقيمه. لا طبعا. هي دي الكره الحديثه اللي لابد، وده اللي لابد يعني لما بيقول لابد ان الكلام ده يتحدد عشان الكره المصريه تتقدم، لا الكره المصريه متقدمه. في مدربين كبار جدا جدا مصريين، في افكار كبيره جدا، وانا بتعلم يا كريم. صحيح. بالعكس احنا بنحترم كمان الفلسفه والعقليات مع المدربين الاجانب، بنتعلم منهم وبنخش في المنافسات. النهارده لما بيبقى مدرب مصر بحجم طارق العاشري يخش مع مستر كولر في تنافس، الحمد لله التفوق ده طلع اكثر ليه. صحيح. طيب كابتن طارق، اسالك على شبانه، هل شبانه يعود للزمالك في يناير ولا الشبانه مكمل معاه؟ كلام كتير جدا حوالين شبانه، لكن مفيش حاجه يعني رسميه من نادي الزمالك، وان كنت طبعا اتمنى ان شبانه يستمر لانه ولاقي نفسي معاه. لقى نفسه معانا بشكل كبير جدا، فعلى الاقل يستمر معانا لنهايه الموسم، وبعد كده هيرجع جاهز نادي الزمالك، هيبقى يحتل مكانته يعني مكانته الاساسي. صحيح. انا عارف ان انت طبعا الكلام ده يتقفل لان كل ده كلام اعلام. صحيح. حاجه رسميه من نادي الزمالك جات لنا بتقول ان احنا عاوزين شباب، والولد لما انا قعدت بساله شخصيا هو يتمنى ان هو ما فيش شك طبعا يتمنى يرجع للزمالك ويلعب، لكن هو يتمنى ان هو يواصل مع المشوار لانه هو لاقي نفسه. صحيح. انا عارف ان انت كنت قبل بدايه الموسم بتفكر في محمد محمود، هل هيبقى ليه مكان في سموحه في يناير؟ لا طلبته انا بالمهندس فرج. ثلاث لاعبين. حسام ومحمد محمود وكريم الدبيسي. محمد محمود وكريم الدبيسي ومين تاني؟ وحسام حسن. هم دول يمكن ثلاث اضافات، يمكن احنا كنا واخدين استراتيجيه تقليل الاعارات الا في الحدود، نظرا طبعا لاصابه اجاري، فاحنا محتاجين الاسترايكر بتاع حسام ان هو اقرب لان هو كان في سموحه، في انسجام مع الولاد وعارف والكلام. محمد محمود انا احد ولادي اللي كانوا في وادي دجله، اللي انا كنت مصعدهم من الولاد الصغيرين مع هلال ومع احمد سعيد ومع نوبو، دول الولاد الصغيرين اللي هم كانوا فاردين. ما كانش ليه فرصه في النادي الاهلي، الولد انا عارفه برومتنج واعد، كان تخصصيا جيد جدا، مش لاقي فرصه ان شاء الله يلاقي فرصه. كريم الدبيسي برضه من الولاد بتاع وادي دجله، برضه متواجد معانا، برضه يلاقي فرصه معانا بشكل كويس جدا. احنا محتاجينه في الفتره دي، وان شاء الله باشمهندس فرج يتواصل مع كابتن خطيب ونقدر يقدر يخلص الموضوع بشكل كويس ان شاء الله. احنا محتاجين ندعم بشكل كويس جدا في يناير على اساس ان احنا نعود في فريق اسمه عادل التراك من جديد. عاوز اقول لك ان احنا فتحنا المجال لاول مره من 10 سنين للقطاع المدني، وانت شفت النهارده مكرونه احد المكاسب. هايل. احنا معنا كان اربعه موجودين في التشكيله في الجهود الاهلي. الامكانيه الجايه ان شاء الله للقطاع ده بشكل كويس جدا. انا مقتنع يعني كلنا لعبنا من قطاعات المشين، وده الهدف من قطاعات المشين انها تمد الفريق الاول. صحيح. كابتن الكبير كابتن طارق العاشري المدير الفني لفريق سموحه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وزي ما قلت لكم مدرب كبير ومدرب رائع مع اي فريق بيشتغل معاه.